وللمزيد حول مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق نهاية هذا الأسبوع، التقيت في وقت سابق بالسيد عبد الله الأميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. أستاذ عبد الله، مهرجان دبي للتسوق يحتفل ب 25 سنة من النجاح، يوبيل الفضي هذا العام. هل يمكن أن نقول بأنه اليوم لم يعد لدينا مهرجان دبي للتسوق وإنما مهرجانات للتسوق في هذا الوقت؟ صحيح، بالعكس لازم نقول هذا الكلام أخ زينة، لأن اليوم مهرجانات دبي، مؤسسة مهرجانات دبي أطلقت من أو صارت من فعاليتين إلى 18 فعالية على مدار العام. تخيلي أنت من في السابق مهرجان دبي للتسوق إلى مفاجأة صيف دبي، اليوم ما شاء الله طبعا الجدول الزمني أو الجدول الفعاليات الموجود في مؤسسة دبي المهرجانات والتجزئة يحمل في طياته 18 فعالية. في 25 سنة كبر المهرجان، لكن أيضا دبي كبرت. أكيد. هل لاحظ المهرجان في أماكن وجوده عملية توسع هذه المدينة؟ بالضبط، طبعا مثل ما ذكرت، إذا نرجع في سنة 96 بدأ المهرجان بخمسة مراكز للتسوق فقط أو أقل من ذلك. اليوم ما شاء الله نتحدث عن 100 مركز تسوق موجود في دبي تغطيها مؤسسة دبي المهرجانات والتجزئة، سواء بالفعاليات، بالخصومات، بالعروضات الترويجية وأيضا السحوبات الشاملة في هذه الفعاليات. نعم، مهرجانات دبي للتسوق تزامنت مع انطلاقة دبي طبعا وريادتها على مستوى العالم بتوزيع هذه الفعاليات في مختلف أرجاء دبي، راح نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله، وأقول لك في كل بقعة من بقاع إمارة دبي شو موجود فيها إن شاء الله. 3000 متجر تشارك في عمليات الخصومات والعروضات الخاصة. نحن في وقت يعاني فيه قطاع التجزئة بعض الشيء، إلى أي مدى هذه المهرجانات تشكل دفعة باتجاه دفع المبيعات إلى الأمام؟ الدليل الشامل على هذا طبعا الدعم هي مشاركة قطاع التجزئة. طبعا دور مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة هي طبعا رفع المبيعات، مستوى المبيعات قياسا بالأيام العادية أو الشهور السابقة بنسب تتراوح بين 7% وقد تصل إلى 20%. فعلا هناك نسب كبيرة وإحصائيات جذرية تكون بعد المهرجان إن شاء الله. الإحصائيات تأتينا في منتصف المهرجان وبعد المهرجان، فتؤكد لنا طبعا هذه الزيادة قياسا بالمبيعات في الشهور الماضية. فبالتالي فعلا مشاركة قطاع التجزئة في مهرجانات دبي هي أكبر دليل ودليل قاطع على أن هناك دعم كبير ومتواصل من حكومة دبي لتجار التجزئة. وإلى أي مدى يشارك قطاع الضيافة في دعم هذا الشهر وفي تقديم ربما الحوافز للقادمين والأتين من الخارج أو من إمارات أخرى إلى المهرجانات؟ بالطبع، طبعا هناك نظرة ثاقبة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي بأن مؤسسة دبي المهرجانات هي إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. فقطاع الضيافة يساهم بشكل جذري طبعا في مهرجان دبي للتسوق بإطلاق العروض الترويجية وحسن الضيافة لزوار إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم. فهناك خصومات قد تصل إلى 25 إلى 50% أيضا في بعض الفنادق المشاركة التي يفوق عددها أكثر من 200 فندق. ولكن بالتالي طبعا هذه الخصومات تأتي لأول 25 أو 50 نزيل في كل فندق حسب طبعا الغرف المتاحة في هذا الفندق. طبعا في قلب استراتيجية دائرة السياحة الدفع بالوجه التراثي للإمارة إلى الأمام وإلى السطح، اليوم إلى أي مدى المهرجان يساهم في إبراز جوانب تراثية يمكن أن تكون أيضا جاذبة لنوعية جديدة من السياح؟ مدى كبير جدا في دعم التراث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام ودبي بوجه خاص. فبالتالي منذ انطلاقة المهرجان وإعادة التركيز عليه هذه السنة طبعا شملت العروض هذه السنة
في إحياء شارع السيف. شارع السيف من إحدى المعالم التراثية التي تغطي طبعا المباني التراثية والمتاحف الموجودة في شارع السيف. فبالتالي فعلا العروض الترويجية راح تبدأ في تمام الساعة 3 يوميا وتستمر لغاية منتصف الليل في شارع السيف من إحياء التراث، من معارض تراثية طبعا تتسم بطابع دولة الإمارات العربية المتحدة التراثي. عبد الله، وهذه السنة ربما هذا الاحتفاء بالتراث يتمدد إلى خارج مدينة دبي، صحيح؟ صحيح طبعا. نتكلم عن منطقة حتى، منطقة حتى جزء لا يتجزأ من إمارة دبي. فبالتالي فعلا وصلت العروض لأول مرة في مهرجان دبي التي تسوق واحتفالا باليوبيل الفضي على مرور 25 عاما على من انطلاقة مهرجان دبي التي تسوق هناك في حتى، طبعا بالتحديد في منطقة وادي هب في حتى. هناك عدة عروض طبعا تراثية راح تجمع أهالي المنطقة بعرض منتوجاتهم الموجودة في منطقة حبة، وأيضا طبعا مؤسسة دبي المهرجانات والتجزئة راح تحيي هذه المنطقة أيضا بوجود الألعاب الترفيهية والعروض الترويجية أيضا لسكان منطقة وزوار حتى إن شاء الله. عبدالله، لنختم بحديث السحوبات الذي يهم كل المشاركين، يعني المواطنين والمقيمين والزوار، حدثني عن السحوبات هذا العام. سحوبات كثيرة ومتنوعة ولله الحمد، والجوائز متوفرة في جعبة مهرجان دبي التي تسوق الجوائز تصل إلى 50 مليون درهم فقط من مهرجانات دبي للتسوق. يعني ليش فقط؟ ولكن هذه المحددة من مهرجانات دبي للتسوق، إضافة على ذلك 50 مليون درهم مشاركات القطاع الخاص طبعا في كافة مراكز تسوق المشاركة. نتكلم عن السحوبات، سحوبات أول 12 ساعة صارت ولله الحمد في انطلاقة مهرجان دبي للتسوق، قدمنا من خلال لها 1 مليون درهم. إضافة على ذلك عندنا سحوبات نيسان الكبرى، لطالما حبوها الناس بمجرد شرائهم بقيمة 25 درهم زينة من محطات البترول الرعاة الشركاء الاستراتيجيين. أنا صار عندي 3، عند الثلاثة منحين ما شاء الله. الجميل في ذلك أن بديناها من قبل، عطينا الناس فرصة لتشارك في مهرجانات دبي للتسوق. الحظ موجود ولكن السعي وراء طبعا المشاركة هذا المطلوب من عندكم، ولكن نحن طبعا عليه تقديم الجوائز الموجودة في جعبة المهرجان. 50 مليون راح يروحون إن شاء الله. تماما. فسحوبات نيسان يوميا سيارة إن شاء الله. أيضا سحوبات انفينيتي الكبرى يوميا سيارة في نيسان 350 ألف درهم كاش آخر يوم، يعني إلا ما فاز في الأيام العادية ما راح يزعل إن شاء الله، كوبوناته راح تكون في آخر يوم. سحوبات الانفينيتي 200 ألف درهم يوميا بالإضافة إلى كيو إكس 50 مقدم مجموعة عبد الواحد الرستماني، ما مقدار 350 ألف درهم بشكل يومي وشكل متواصل. أيضا 1 مليون درهم للا ما حلف الحظ في الأيام العادية، 1 مليون درهم نقدا راح تقدم إن شاء الله في نهاية حدث مهرجان دبي للتسوق. أن العروض الترويجية مع مجموعة ميراس راح نقدم من خلالها طبعا 2500 جائزة، كل جائزة قيمتها 1000 درهم إن شاء الله، بالإضافة إلى عروض مجموعة مراكز تسوق من خلالها راح نقدم 1 مليون درهم. عندنا أيضا مجموعة الذهب والمجوهرات مشاركين في هذا الحدث، راح نقدم 25 فائز بشكل يومي وشكل متواصل. طبعا العديد من كيلوغرامات الذهب راح تروح إن شاء الله، رصدنا هذه السنة 25 كيلوغرام من الذهب لمهرجان دبي للتسوق. عبد الله أميري، كل التوفيق لكم وكل الحظ لمشاهدينا وللمشاركين، شكرا جزيلا لك. أكيد إن شاء الله، شكرا لكم، شكرا.